بحلقة اليوم مين رح يربح جائزة البيبسي؟ بالطول وبالعرض لا يعني تهز الأرض. معقول يربح وما يحكوا عليه؟ تكسروا بالعافية حبيبي. الله ياخدك. كل الحكي والتعليقات بحلقة اليوم من يوميات ستار أكاديمي 8. بنشوف. بالطول وبالعرض. بالطول وبالعرض. شباب صبايا بيبسي بيبسي بسرعة. بالطول وبالعرض. بالطول وبالعرض وبالارتفاع. بالطول وبالعرض لا يعني تهز الأرض. فبتلاقوا علبة البيبسي فيها أكيد. بالطول وبالعرض وبالارتفاع. بالطول وبالعرض. أنا حسيتها هون بالليفينج يا حبيبتي، ما بعرف ليه بالليفينج. فتشيلي هون صار حق من عيوني. لا طب أوكي استني شيلي هيدا. شو بالطول وبالعرض؟ شو دخل هي الطول بالعرض ولا غبية؟ مثل العادة الأماكن الغبية فتش فيها. سارة ما راح لاقيها وحياة الله. يعني يمكن العصر. يلا يلا كنترول غيره. بالطول بالعرض نفديكي أكاديمية. بعرف إذا لقيتها عن جد ممكن أمتحن. عن جد إيش هالتصوير؟ يما هي عم تمزح. لا على فكرة مش معقول. دخيل الله وحياة أمي دورت في المخدات. مش معقول أقسم بالله دورت في المخدات. قلت ما بدي أركض اليوم، ممنوع أركض. والمصحف دورت في المخدات على فكرة. حظي حظ برافو. مبروك يا عم بعد قال لك أوكي يلا وقف لك رنا يا سمارتي. واو او ماي جاد. واو ارجيني 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 ارجيني. جهاز تلفزيون سمارت تي في اند كومبلمنت مربوط بشبكه انترنت ضاف الى كمبيوتر. واو واو ثانك يو بيبسي. مقهوره من الاخر يعني مقهورين مقهورين. اوف طلعوا طلعوا. بجيب منه كل الانواع هذه. كل الانواع بجيب منه. البود والبيد والمند وال مبروكين. مش هتحط في العلبة اعتقد لك. Thank you very much Pepsi. Thank you so much. I want to see this. Hold on. But ساعدني بهاي بقى. دقيقة شيلها شيلها شيلها. Hold on. الشاشة. شاشة عادية بلازما. ليك شو حلو ليك شو حلو السيت. بس مو بلازمة هاي. لا هيدي LCD. اسمع لا افتحها. It's beautiful for my studio. يا الله it's for my studio. يعني ما بدي احكي ما بدي اقول. طب ارجينا اياها جيلبرت معلش. شو 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 ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف اوكي ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف. واو خليني اشوف. للمرة الثالثة جيلبرت بيفوز بجائزة بيبسي، بس هالمرة الصبايا حكيوا على جيلبرت ليوم الحكي. وهيك بتكون حلقتنا انتهت، وبكرة النومينيشن ما قبل الأخير. تكسروا بالعافية جبير حبيبي. طلعوا؟ ضل اللقب ياخذوا بالصدفة. تكسروا بالعافية حبيب. لا تكسروا بالعافية منيح يعني ما تطلع فينا هيك. يعني إن شاء الله مبروك يعني. لا تكسروا بالعافية حبيبي يعني. لا لا شو قالت هلا؟ الله ياخذك. ثانك يو. اعطيني خليني اقرا بس دراما في حياتي انا عارفه حالي. معقولة دقدو؟ شو؟ الله ياخذك. قال مين قال؟ مازح رجعوا قال سوري عم نمزح. خلص ماشي الحال. مين قال الله ياخذك؟ خلص انسى. الله كبير حبيبي الله كبير. جيلبير مش ناقص. لا 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 البيبسي الجاي حتكون لبسين، فستان العروس وفستان العريس. الواد جاهز عن جد لما بيته الارض وين التلفزيون. مش عفش عفش خلص جاهز جاهز عن جد. فستان عريس وبدلة فستان عروس. قال شو قال كنزلبر؟ انا اليوم ما بدي اركض. هاي الحكم اللي استنتجها جيلبير باخر كل مرحله بمر فيها. استني شوفي انا كيف عملت. انا بس هو حركه كنت خلص واخذ المخده وحياه الرب عملت هيك. لا شوفي انا شو قلت اول مره؟ قلت لك يلا بنفتش مثل الاغبياء بالليفي هون. اول شيء احنا على طول بس يقولوا لنا بيبسي حطت على طاباته. مستحيل
حكي كيف حتى تحت بطل ان احنا رح نقوم ناخذها للمخده منين حتى تحت باطه قال هاي حسست عامل هيك جلبير طلعوا طلع نو طلع طلع هاي عملت بركي هاي عملت بركي في اثنين بيبسي هاي كمان هاي يلا هلا ابعدوا عني 4 أمتار لازم يكون المكان امان انسان بدني كنترول نزل سكيورتي I got it